بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في مصنع فورد للسيارات في ولاية ميشيغان، مدينة ديربون أو ديترويت. طبعا الآن سنرى المعرض وكم كانت قيمة السيارات. بعد المعرض راح ننتقل للمصنع اللي صنع سيارة الفورد اللي نشوفها أمامنا. هذه طبعا ممنوع التصوير في المصنع وكذا، لكن بنحاول نحن على الأقل يعني ناخذ فكرة عن المعرض في البداية. عفوا شباب، هذه السيارة اللي راح ننظر طريقة تصنيعها. طبعا العجيب أنه لما سألنا أحد المسؤولين أو المشرفين على المصنع، لما سألناه كم يأخذ الوقت حتى تصنع مكينة واحدة، ذكرت أنه في 50 ثانية، كل 50 ثانية تصنع مكينة واحدة. ففي اليوم ينتجون قرابة 800 سيارة، فالرقم يعني جدا ضخم. يعني صار مكينة سيارة تنتج في 50 ثانية، هذا شيء يعني جدا عظيم. ننظر الآن للسيارات. هذه سيارة الموستنج، طبعا الموديلات موضحة لنا هنا وكيف جاء، كيف كان التدرج إلى موستنج 2003. هذه صورة موستنج تقريبا موديل 64 أعتقد. طب خلينا نشوف قيمة السيارة في ذلك العام، كانت 2614 دولار، يعني ما أدري قرابة 7000 إلى 8000 ريال السيارة هذه. هذه أحد السيارات من إنتاج شركة فورد. أيضا نرى التدرج في الصنع، عام 57 60، إلى عام 2002 هذا الإنتاج الأخير لها. هذه السيارة طبعا قيمتها كان 2944 دولار. هذه أحد السيارات اللي كذلك أنتجتها شركة فورد. هذه موديلها 1949، موديلها 49 فقط. طبعا كم قيمة السيارة؟ قيمتها ب 1420 دولار. 1420 دولار قيمة مكافأة طالب مبتعث. طبعا نشوف المرأة اللي أمامنا، هذه هي المسؤولة عن المصنع أو المشرفة العامة، فهي اللي أخذنا منها الإجابات بالناحية كم مدة تصنيع المكينة وكم ينتجون من سيارة في اليوم. هذه أحد السيارات اللي فورد V8. هذه السيارة نراها هذه أمامنا. كم كان قيمة السيارة هذه وكم سعرها؟ خلينا نشوف. السيارة هذه قيمتها 600 دولار، طبعا عام 1932، موديلها 32. طبعا تأسست المملكة العربية السعودية بالمناسبة عام 1932، ففي تأسيس المملكة لما الملك عبد العزيز وحد السعودية في عام 1932 كانت السيارة هذه تنتج، كان قيمتها 600 دولار. وهديت للملك عبد العزيز. أهديت هذه نفسها. تصدق هذا؟
اوكي انا اخذتها سيريسلي ما ادري والله. فهذه السياره نشوفها هنا والماكينه $600 اوريجينال برايس قيمتها. هنا احد السيارات عام 1929 سوري. هذه السيارة 29 كم قيمتها؟ 630 أغلى شوي. طيب خلونا ننتقل الآن لهيكل السيارة اللي ينتجها المصنع اللي هو الاف 150. هذا فورد 2010 اف 150 فورد اس في تي. هذا طبعا الهيكل الخارجي لها. الماكينة والجير وال عشان الصيف